السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ شخباركم؟ شخبار وليداتكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى الف خير. اليوم ان شاء الله بغيت نتقاسم معكم واحد الكيك، و سي ان فوندون باللوز، دونك بلا بودغ ديال اللوز. بغيتو تستعملوا اللوز، بغيتو كوكو، اي مكسرات بغيتو، دونك اللي كيجي على ذوقكم ماشي اشكال. المقادير بسيطه جدا، ما كاينش شي مقادير كثيره. دونك شنو عندنا؟ عندنا 4 د البيضات خصهم يكونوا كبار. انا عندي هنا بيض صغير، دونك غنزيد واحد نص بيضه اخرى، دونك نورمالمون 4 د البيضات كبار. عندنا هنا واحد 100 غرام ديال الزبده، تكون خاصها تكون مذوبه، شويه ديال الملحه، 200 غرام ديال اللوز غنطحنوه، انا بغيت نتكلمكم عليه شويه. وعندنا واحد 150 غرام ديال سنيده، واحد ساشي ديال الفاني. هادو هما المقادير. قبل ما نبدا لكم هاد الوصفه بغيت نتكلم شويه على اللوز باش تحصلوا على لا بودغ داموند، دونك اللي كنشريوها جاهزه. من الافضل ديروها نتوما بيديكم بلا ما تشريوها من الاسواق، ما كتعرفوش واش قديمه واش جديده، شنو مطحون فيها. دونك من الافضل الانسان اللي كان عنده الوقت وما كان غير يشري شي هكا ربع اللوز، وغنقول لكم الطريقه ان شاء الله باش تطلع لكم لا بودغ داموند زوينه. شنو كتاخذوا؟ كتشدوا اللوز كتغسلوه مزيان اللي اخضر، وتغسلوه مزيان بالماء. مي كتغسلوه تديروا المطايب وتفسخوه، هادشي راه عادي معروف. دونك ملي كتفسخوه غتنشروه في واحد المنديل وتخليوه ينشف يومين اولا 3 ايام حتى كيولي يابس. دونك شو كيولي يابس، هذا هو. دونك ملي كيولي يابس هذيك الساعه غندوزو غنطحنوه وغنحصلو ان شاء الله على لا بودغ داموند. هذه كانت بين قوسين الانسان اللي بغى هذيك لا بودغ داموند. دابا انا غندوز ان شاء الله نطحن هاد اللوز وعاد نرجع ان شاء الله نكملو الوصفه ديالنا. هانتوما كنحصلو على بودغ داموند، هاهي غبرة ديال اللوز، ما معجنة ما تا حاجة، حيت اللوز ناشف مزيان وموجدة في الدار ونقية، كتعرفي راسك شنو كتاكلي وشنو عندك واللوز شنو هو. دونك لا بودغ داموند وجدوها ريوسكم في الدار، راه كتجي ممتازه ان شاء الله. غندوزو ان شاء الله دابا لطريقه التحضير. سمحوا لي ديك البيض صحاب لي كنسجل. دونك هنا شنو درت في الاناء؟ عندي هنا 4 د البيضات كبار، واللي ما عندوش عنده بيض صغير 4 د البيضات صغار يزيد واحد نص بيضه، كما درت انا كانوا عندي 4 د البيضات صغار وزدت واحد نص بيضه. دونك 4 د البيضات كبار، درت شويه ديال الملحه، عندي ساشي ديال الفاني، وعندي هاد 150 غرام ديال سنيده. ما نستعمل لا فو لا باتور لا حتى حاجه الكتريك، غنستعمل غير فوي. دونك نخلط حتى نحس بسنيده، ونبدا نضرب حتى نحس بسنيده دابت. وهنا سالينا الضريب، ما خصناش نطلعوه حتى يولي بيض. دونك شنو ندير؟ ندير قلينا اي لا بودغ داموند ديالنا، هاد 200 غرام ديال لا بودغ داموند. بالمناسبه هاد الكيك راه صالح الناس اللي عندهم مشكل مع الجلوتين، واللي كنشوفها في الكومونتير كيقولوا لي خالتي عافاك دير لينا شي حاجه اللي ما فيهاش طحين. هادو من نوع الكيك اللي ما فيهوش الطحين. دونك بالنسبه لهاد لا بودغ داموند ممكن تستعملوا في بلاصتها الكوكمو، ممكن تستعملوا في بلاصتها النوازيت، المهم المكسرات اللي بغيتو واللي جاتكم على ذوقكم. صافي، وهنا الكيك ديالنا ما فيه لا خماره لا حتى حاجه، وغنزيدو ديك 100 غرام ديال الزبده ديالتنا دايبه وتكون باكدة ما تكونش سخونه. سلا الى هنا ما بقى لينا عندي غير في الطاوه ديالنا. دونك شنو عندنا هنا؟ خدينا المول، المول تقريبا يكون القطر ديالو 20 سنتيم،
دونك اللي غيدير هاد الكيك بوغ لا بروميير فوا، لان كيتسمى ان مويلو او زاموند، دونك يكون رطب، دونك اللي ما يعرفش يتعامل معاه يستعمل المول اشارنيير اللي كيكون عنده ديك السدادات هنايا، اللي كيكون ديك السدادات القفيل هنايا، باش ملي كيطيب الكيك ديالو كيحلو بسهوله، ما كيتعذبش معاه باش يحيدو. واذا كان عندكمش هذوك لي مول اشارنيير وعندكم هاد لي مول دايرين بحال هكا، دونك ملي يطيب لكم الكيك ديالكم وتخرجوه من الفران كتخليوه يبرد على خاطرو، وتقدو تدخلوه حتى للثلاجة وهاديك الساعة ديمولوه من المول ديالكم باش يخرج لكم ممتاز وما يتخسر لكمش، ولكن غير صدقوني كيجي ألد ما يكون. دونك شنو عندي هنا، شديت المول دهنتو بالزبدة الطريقة العادية، الزبدة والطحين وعن كب الخليط ديالي فيه اللي وجدتو. صافي كبينا الخليط ديالنا في المول، وكل فرن شاعل على 170 180 درجة، ونحطوه الوسط يطيب. كيتحمر وكيطيب، راه فيه غير البيض اللي عيطيب، اللوز راه كيبقى هكاك. دونك هادشي اللي كاين، وغادي يعيطيب ان شاء الله، ونرجع لكم من بعد ما يطيب الكيك ديالنا. الكيك ديالنا هو وجد، شتو ديكوراسيون كترجع لكم، اما تاكلوه بحال هكا او ديروا فيه نص اللوز مع هو ديال لاموند ديال اللوز. وهنا حلوتنا كانت هي هذه، حلوه بسيطه في المقادير ولكن لذيذه جدا. دونك كنسميوها بالفرنسيه ان اماندي. علاش قلنا ان اماندي؟ لانها مكونه عم لي زاموند من اللوز. هذه حلوه كتصلح للموالين اللي عندهم مشاكل مع الجلوتين، اللي عندهم مشكل ديال الطحين ما كياكلوش الطحين. حلوه اللي غنقول لكم عليها، مي تخرجوها طيب من في الفران وتخرجوها، ما تحيدوهاش من المول ديريكتومون، خليوها حتى تبرد، لانها كتكون هي كتكون فوندون، عندك كتسميوه ان فوندون او شوكولا او زاموند، دونك كتكون رطبه بزاف، خليوها حتى تبرد مزيان وعاد حيدوها. واللي عنده هذاك المول اللي بالسداد، دونك ديمولي كيحيد السداد وكيخليها تبرد. هادشي اللي كاين. العلو ديالها خصو يكون مناسب، ما يفوتش واحد 3 سنتيم او 4 سنتيم، باش كتجي جميله في المنظر. كما كتشوفوا هاد لاموندي هذا الديامتر اللي درت في الطاوه هو 20 سنتيم، دونك هاد 20 سنتيم كما كتشوفوها بهاد الدائره ديال بهاد الدوره ديالتها راه كتكون بالثمن في لاباتيسري. دونك بالمقادير اللي كتشوفوا غدوبلوهم على 6 ولا 7 وعاد تجيبو ثمنها. دونك كانت وصفة، جربوها في المنازل ديالكم، راه كتجي لذيذة راقية وجميلة وذواقية. وهادشي اللي كاين، ونتمنى نكون قدمت شي وصفة جميلة في هاد العواشر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.